بجوز فيها. بداية لكم بخير، دابا تنتسنى ان شاء الله البلاد باش نمشي للقطار. غادي نتوحشكم بزاف 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 بزاف، وغادي تسمحوا لي الا ما تابعتكمش ولا الا ما جاوبتكمش، فانا في عطله نتلاقاو من بعد باذن الله تعالى. البنات بغيت نقول لكم واحد الحاجه، درس ليا القفل في هذا القفل الصغير، واش غادي ندير؟ بحيت هذا خصو يدخل مع الطياره، وانا نجيب داك لاستيك ديال الشعر قطعته وانا نجي ليه هكا. المغربيات علاش قادات انا ما عنديش منين نشري القفل دابا مشي الحال، معليش هذا الغلط. ملي تلقاو هاد الشنطه بعدي عرفوها ديالي. السلام عليكم، دابا راه مشات عليا الطياره وهذوك مال المطار الصراحه ما داروش خدمتهم، وما غاديش نسكتوا، غادي ندعيهم على خدمتهم الزوينه. فاش غنقول لكم تعصبت بزاف 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 بزاف، وبعد محاولات كبيره ما جاش لي. الحمد لله لقينا واحد الطياره الفاس غدا، غادي نمشيو ان شاء الله. ولكن اللي بغى يقطع ويمشي للمطارات الكبار، وما يمشيش بحال هاد المطارات هادو. تنصحكم البنات توصلوا في تسمع عمركم تمشيو ليها. شكرا. صافي، السلام عليكم، كدايرين لاباس عليكم بخير؟ اش غنقول لكم، نورمالمون في هاد الوقيته هادي خاصني نكون طامفطر مع عائلتي وحبابي والاصدقاء ديالي، ولكن البارح وقعت واحد الروينه ما نعاودش لكم. دابا انا حاليا بيت عند اختي، الله يكثر عليها بالخير ان شاء الله يا رب، وتنشكرهم بزاف بزاف الحمد لله اللي وقفوا معنا البارح. نورمالمون لو فول كان الطياره كانت عندنا مع 4 قلقسمين. اوكي، حنا وصلنا بكري 12 لقاتنا في المطار، ودفعنا لي باجاج ودفعنا كل شيء، يعني وساعتين قبل يعني الجوج كنا لتحت البلاصه فين تيحلوا الباب باش يدفعوا لي باش يقلبوا لك لي باجاج ويديروا لك سكانر وداكشي. عرفتي واحد الزحام ما تصوروش، نقولوا او شنو هذا الشيء؟ واصلا ما كانوش عندهم الناس بزاف باش يخدموا، كانوا جوج الناس اللي كانوا. مهم حنا تنشوفوا في الساعه مال هادو، وعرفتي شي امتى حلو 45 دقيقه قبل ما تقلع الطياره. وشحال من الناس، الجوقه شتي الجوقه هكاك، وحنا مخلطين فهمتي، يعني ها الناس ديال اسبانيا ديال مراكا ديال المغرب وكلشي مخلط. حتى جا واحد السيد، المهم حنا بقينا تنتسناو الناس مورانا عرفتي، حتى الباب الصف حتى الباب فين تيدخلوا. المهم
وتنشوفوا اصلا قبل من هادشي حنا تنسمعوا المورانا الهولنديين تيهضروا تنسمعوا وتنشوفوا الجهه الاخرى الناس تيغوتوا تيبكيو الجهه الاخرى بالولاده وحده شدتها انهيار عصبي. المهم واحد الروينه البحث تنقولوا شنو وقع وحنا تنشوفوا اوراق طايره قربت وحنا باقيين الصف. جا مسكين واحد الدري الله يذكره بخير قال لكم عرفتي اش ديروا راه كاين واحد البلاصه تيخلصوا 5 اورو ودوزو دغيا. فعلا مشينا وحنا واحد المجموعه ديال الناس خلصنا هذيك 5 اورو ودخلنا. فعلا دخلنا لتما البلاصه يعني الديوانه واصلا هذوك بعدا اللي تيقلبوا بشويه عليهم البيض بشويه عليهم تيقلبوا عليهم وداكشي ملي تنديروا داك اللي تيقلبونا بالسكان وداكشي بشويه ديري هكا المهم ما عليناش من هادشي كله. فصافي كملنا الاجراءات مشينا تنجريو باش نمشيو زعما صافي باش نقبطوا الطياره ديالتنا يلا بينا نحطوا الباس ديالي انا وراجلي باش ندخلوا الطياره. ما يمكنش صافي سالينا يمكن حتى شي واحد يدخل الطياره مشات. أما يسحبناش واش أنا وراجلي نبو حنا وقعنا هادشي. فاش غنقول لكم جاني في الأول شوك ما استوعبتش داكشي اللي قال لي. أو حنا جري وصلنا بكري وواحد التمارة كحلة فخا باش تقولنا الطيارة مشات. أولا الغلط ماشي ديالنا الغلط ديال السيرفيس اللي ما حلو 45 دقيقة ما منظمينش الاورغانيزاسيون زيرو ما فهمتش انا علاش هادشي وقع ما نعرف. اول مره تنشوف هادشي اللي بغيت نوصيكم البنات ما عمركم تصرفوا في هذاك المطار ديال دوسلدورف فيتس هادو اللي ساكنين هنا غادي يعرفوهم. ما عليناش فاش وصلنا لتما فاش قلت لكم وقع لكم فاش وقع لينا شوك داكشي من بعد صافي ما قدرتش نصبر بقيت تزايد مع البول والو قلت ما انا خرجت اليوم نخرج المغرب مني منك جابوني البوليس تو ماشي سوقي اليوم غادي نمشي. وبقينا تنقولوا لهم راه غلط ماشي ديالنا ماشي ديالنا تقول لك تديروها حنا ما نقدروش الا جينا نشوفوا هذوك اللي تما راه ما عليهم والو ولكن انت تشوف بان ما تقدرش تدوز راه الحماق هذا. المهم فاش خرجوا للبوليس هذاك التخربيق قالوا لنا خصنا نمشي لواحد البلاصه باش نتفاهموا معاهم بدينا كنتفاهموا معاهم ما كاينش يعني حنا هاو تيديروا انتوما حنا ماشي ما حنا ماشي الغرض ديالنا ماشي الغرض ديالنا هضروا مع هاد الشركه ماشي الغرض ديالنا هي هزنا الكتاب اللي شفنا البارح. المهم هي هاديك بقينا تنتقاتلوا معاهم والو. جا واحد السيد مسكين واحد كردي تركي مسكين الله يجازيه بخير عاوننا وكانت معنا نيت واحد العائله مغربيه مشات تيقلب زعما وقف معانا الصراحه و تيقول شنو ديرو وفي الاخير لقينا واحد الطياره الفاس ان شاء الله سميتو غادي ولينا قطعنا الفاس اليوم. اللي بغيت نقول لكم راه ماشي وقعت لنا هادشي حنايا صحابنا واش غير حنا اللي وقعت لا وقعت حتى العائلات الاخرين فهمتي. ف البحر استغربت وشتي فاش حتى من مورا ما خرجنا حنايا من داك سميتو الناس راه باقي تيتسناو في بلاصه دوك ديال لي الديوان يلا وما قالوا لنا لا انفورماسيون على حتى حاجه. الروينه تنقول لكم البارح ناضت وتصورو دابا كون وصلت واحد الوقيته بالليل راه تما راهي في الخلا راه ما كاين لا اوطو لا والو والطوبيسات تحبسو في واحد الوقيته. يعني الحمد لله اللي اختي ما بعيد ماشي نقولوا قريبه ولكن بعيده شي شويه ولكن كما لقيناش طوبيس اخر طوبيس ومشينا فيه
وجينا عند اختي كنا راه صافي تما بقينا نتسناو حتى الصباح وديك الساعه نرجعوا فحالنا وما كاين المغرب لا والو. بوتي نقول لكم هاد المطار هذا صفر، ولكن ما غاديش نسكتوا لهم، غادي ندعيوه. وماشي غير حنايا، بزاف ديال العائلات، لانه ماشي غير هذوك اللي غادي المغرب، راه كاين كما قلت لكم الاسبانيا وشي بلاد اخرى والله ما عرفت حتى هما كانوا سميتو، حتى هما قالوا لك راه الطياره مشات والغلط ماشي ديالنا. وهانتوما تتشوف تنعاود اكد لكم ما تمشيوش لهاد المطار ديال دوسلدورف فيتس زيرو. كدا انا صراحه سافرت بزاف وما عمرنيش داكشي اللي مشيت اللي شفت داكشي البارح. والمطارات الاخرين بحال مثلا المطار ديال فرانكفورت ولا كولومبون، هذاك السيرفيس ديالهم واعر بزاف. ولا دوسلدورف الكبير، حيت كاين دوسلدورف فيتس هذاك اللي مشيت ليه البارح، وكاين المطار هذاك الكبير كاين في دوسلدورف، السيرفيس ديالهم مغزال، تيكونوا عرفتي بزاف الناس، ولكن كاينين البيرسونال الناس اللي تيخدموا تما و تيسربيو. هادو لا، جوج الناس خدامين وحالين معطل، وفي الاخر حنا اللي نخلصوا الثمن. واش ماشي الحماق هذا؟ عرفتي دازت عليا البارح، ما نكذبش عليكم، تنقول راه كنت غادي نرتكب شي جريمه، لانه هذاك واحد البوليسي هذاك هو اللي سالا معايا، ما دوك الاخرين اللي اللي خرجوني هذاك مساكن يتسايسوا معايا وصافي. زعما بحال الا قلتي راه هما عارفين بانه داك الغلط راه ماشي ديالنا، وزعما يمكن وقعت شي سيتياسيون قبل من هادشي، داكشي علاش عرفوا يتعاملوا معنا الصراحه. اما واحد القزامي هذاك راه شويكم ما شدوني كون عقا راسو في السبيطار، هذاك واحد الحمق واحد العنصري هذاك هو اللي سالا معايا. ما نكذبش عليكم، عمرني ما شفت انا هاد السيرفيس هذا. وتصوروا العطله ديالتي دابا صافي، هاي دابا واحد توجو صافي هي مشات التسخسيخه ديال البارح واليوم، لان راه غادي نوصلوا بالليل لفاس، وحنا نورمالو غاديين الرباط، دابا خصنا نمشيو من فاس حتى الرباط، وخصني نمشي ديريكت للمطار حيت خصني نقلب على الباجاج ديالي. وهادشي الا لقيتو فكرتوني الباجاج كاينين الباكاج ديال راجي، اما ديالي انا راه مشات الرباط، واش نلقاها ولا ما نلقاها الله اعلم. في الدمون انا راه ما وقع عندي والو كلشي تما. زعما اش غنقول لكم؟ لا يا الله، درت لكم هذا الفيديو هذا باش نقول لكم وزعما عافاكم عافاكم، ما تبقيش تمشيو هذا المطار هذا، راه ماشي عائله وحده، راه عائلات كثار. ومن غير اللي غادي المغرب غاديين كما قلت لكم اسبانيا وهذوك حتى هما مساكن. اش غنقول لكم دابا؟ ما نكذبش عليكم، ولات عندي دابا العقده انا باقي نمشي للمطار، ما نكذبش عليكم. دابا انا ما نرتاح تنحط تنعرف راسي سافر على رجليا تحطت في الطياره وصافي وغادي نجلس، عاد غنقول اوف. السلام عليكم، دابا حنايا في الطوبيس غادي نمشيو للمطار ان شاء الله، على وعدنا وسعدنا، ونطلبوا من عند الله يكون كل شيء بخير وعلى خير، لانه راه فعلا تسخسخه. والحمد لله اللي مشيت بنت عند اختي، المهم ما نقول لكمش قريبه، ولكن الحمد لله كومام. ايوا نشوف هاد النهار يدوز بخير وعلى خير، وما تكونش الكرفسه ديال البارح، راكم عارفين اللي بابا شو كل شيء. و نتايو معنا بكل خير ان شاء الله. اللي بغيت نقول لكم جامي 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 تمشيو لهذاك المطار، الله يسلمك جامي.
انا فرحانه بزاف انا فحيت جلست في بلاصتي لانه داكشي اللي وقع البارح ما قدرتش يعني ما دابا عاد حسيت بواحد الفرقه كبيره 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 ما تصورش لان تنقول ما انا تحت والحمد لله الحمد لله على اي حال ان شاء الله ان شاء الله نوصلكم على خير يلا السلام عليكم.